المباراة الثانية قدموا مباراة كبيرة مع المنتخب الألماني. لا ألمانيا هذه عودونا الإفريقيين ولا الفرق الشابة؟ نعم، لأن ممكن الآن السؤال يطرح، هل أليزوزيتش صح قال لهم أصعدوا مثل ما تبغي وما قدروش؟ نعم. كانوا مبلوكين. هل العكس؟ هذا ربي يعلم، مازال ما على بالناش. نعم. أما في الفريق أنا نظن كسبوا حاجة كبيرة. نعم. اللي هي الثقة، لأن أول مباراة في المونديال فيهم شباب تقريبا كان اللي عندهم 20 سنة. نعم. أكيد يتخوفوا من المباراة الأولى، ولكن واش صرا في المباراة الثانية؟ فرديا وجماعيا الفريق عنده الثقة اللي تسمح له أنه يمشي يواجه هذا الفينال مع الفريق الروسي، ومش الدب الروسي كما يقول عامر. روسي راح يولي نورمال، رويسي راح ينقص ان شاء الله. يولي رويسو ان شاء الله. نظن راح المباراه تتلعب، عندنا فرصه اكثر منهم، حيث مثل ما قال شوف غامر. نعم. كابيلو غامر في ضد بلجيكا. نعم. ما لعبش تعادل. نو دوزيام ميطون. ايه اون دوزيام ميطون غامر. نعم. غامر شوف هذه هي هذه العقليه تاعو والاخر، هو يفا تونير، فا تونير بوندون 60-70 مينوت، ومن بعدايا يفا مات تو اون اتاك بور باش 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 باش. والله الا سجلنا محمد، الا سجلنا اربعه والله خليه يطلع، ما حيديرنا حتى شيء، لانه احنا هجوم. هذه باش نسجلوا اربعه ولا صافا ديفيسي سي با سان. هذه سيت اون فينال، بوتيت فينال راح تلعب، الناس راح تحضر لها، اللاعبين راح يكونوا كيما الجزائريين او كيما الرؤساء. نعم. راح يكونوا راح يلعبوها 100%. انا نقول باللي في هذه المقابله pour gagner على بالك خالد، pour gagner il faut risquer de perdre. نعم نعم. باش تربح لازم دقيقه اقل من دقيقه، اقل من دقيقه، لانه اقل من دقيقه. المنتخبين الوحيدين اللذين اظهرا مستوى متصاعد ومستوى متساوي المباراه الاولى والثانيه كوستاريكا وهولندا. نعم. ما عدا ذلك كل المنتخبات، المباراه الاولى توب، المباراه الثانيه انحدار. نعم. المباراه الاولى انحدار، المباراه الثانيه توب. لا لا لا، وكي نشوفوا فرنسا، نشوفوا فرنسا، فرنسا راه في في فرنسا ال كل ماتش كان دوزيام ماتش بخمسه. لكن محمد، ما عدا المنتخب، ما عدا المنتخب الفرنسي اللي قدم مباراه ثانيه قويه، لكن معظم المنتخبات اللي قدم كان اختلاف من المباراه الاولى والمباراه الثانيه. حتى المنتخب الالماني فاز برباعيه مع المنتخب الغاني. لا انا نقصد ربما ما يتفوق على المنتخب الفرنسي والمنتخب الهولندي هو المردود المتساوي والتوازن بين ثلاث خطوط كوستاريكا. نعم. كوستاريكا تلعب لك بطريقه وبانضباط غير معهود تماما. يعني كوستاريكا لا سوربريز تاع المونديال فعلا. يعني اعطتنا موسوعه في كره القدم وجمالياتها. نعم. على كل وقت البرنامج تقريبا انتهى، نقدم التحيه لكريم كارفالو وكذلك ميمو ريال وكريم هاك ويقول وايضا عبد القادر يخوش واسلام واي ومحمد بريزا وعبد القادر ملين بقية وكل من رافقنا بتعليقاته وأسئلته في البرنامج. قبل أن نختم البرنامج، توقعات كابتن عامر، نشكرك لحضورك معنا، وأيضا تحية موصولة لك محمد شعيب، والتحية لك شيخ نور الدين سعدي. لكن ضيفنا ضيف دوسي لازم تشكرنا بطريقتك على المواجهة مع التوقعات مع روسيا. الشيخ فرحات اليوم زهير. نعم. توقعاتك مع المنتخب التونسي. يا روسيا واش قربك للواد، يا روسيا واش قربك للواد، يا روسيا كانت حلال تجيني ان شاء الله محروسة. يا لالي 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 واش قربك يا روسيا للجزائر، يا لالي يا لالي. قدم لكم هذا البرنامج برعاية